وقررت أرجع موظف عادي في الجزيرة بدون أي ألعاب غير قانونية. بس المشكلة برضو ما انتهتش، العكس حسيت إن هي ابتدت. بدأت الكوابيس تطاردني. أولها خبر موت حمدي الدنجوان اللي عرفته متأخر. التحقيقات قالت إنه مات بسكتة قلبية، بس في ناس قالت إنه انتحر بعد رجوعه من الكازينو خسران. ركبتني رعب فظيع إنها تكون ليلة من الليالي اللي أغرته فيها باللعب وتسليت بيه. وبدأ الشعور بالذنب يزيد مع كل حادثة جديدة بتحصل. فؤاد حاجة اتقتل. كنت برجح انهم قتلوه لانه مطل في السداد. كان الهاجس اللي بيعذبني ان لما كنتش كسبته كان زمانه عايش، لانه مستحيل يقتلوه هو لسه عليه ديون ما سددهاش. قررت بشكل نهائي أقدم استقالتي من عالم الكازينو وأرجع بيتنا. إيه ده؟ استقالتي. أنا مش قلت لك إن ده بيتك؟ أنا آسف بس مش قادر أكمل. سألت وعن استنى، رايح فين؟ انت ما تقدرش تخرج من هنا، ومتهيألي بقى قال الأوان انك تعرف الحقيقة. حقيقتي؟ حقيقة وضعك. انت فاكرني اهبل ولا ايه؟ معرفش اللي انت كنت بتعمله من اول ما اشتريت الترابيزة. انت صدقت انه عدوي ولا ايه؟ انا محدش هنا يقدر يعاديني، الكل هنا بيشتغل لحسابي. انت طول الوقت كنت بتشتغل لحسابي. اول ليله ليك مع زينه كانت بترتيبي. الفلوس اللي انت كنت بتديها الحبيبه كانت بتوردها لي. ما كانتش بس بتاخد غير عمولتها علشان اعلان كوزان. ما تستغربش، هي ما كانتش بتكذب عليك. أنا كمان ما بحبش الكذابين، لأن مهما كان كذبهم متقن لازم يتكشفوا. حتى اكتشافك لكذبها كان مخطط له. أنا قبل ما أربط رباط كذبتي لازم أحط احتمالات. أنا بستخدم الناس كلها بشخصياتهم الحقيقية، دوافعهم، احتياجاتهم، مصالحهم، بحريتهم. هما بيفتكروا إن هما بيعملوا اللي هما عاوزينه، بس في الحقيقة هم بيعملوا اللي أنا عاوزه. متهيألي قال الأوان إنك تعمل اللي أنا عاوزه. أنا ماشي. هتروح على فين؟ العالم ده كله بتاعي. مش معقول أنت إنسان؟ انت اكيد شيطان. شيطان. انا لازم امشي من هنا. انا اقدر اسجنك لو عاوز. انت مش كنت بتقابلها وانت لابس نظارة سودا؟ ممكن تفضل لابسها على طول. انا كنت عارف ان قانون الكازينو ظالم،
مش هتستحمله وهتتمرد عليه. انا اللي حطه اصلي، عملته زي مصفى، اللي يعدي منه يبقى مكسور الكبرياء، واللي يرفض يا يطلع بره يا يبقى زيك. انا من اول ما شفتك لمحت فيك موهبه وقررت انميها، بس زي ما اديتك الموهبه ممكن اخدها منك تاني. انت مصلحتك معايا، انا المدير الحقيقي للمكان، انا مدير كل الموظفين والفاسدين الاثنين، ومش عايز الكل فاسدين. غلط، مش في مصلحتي حد. بس اذا قررت انك تبقى فاسد ما ينفعش ترجع تبقى بريء. اللي ياكل من الشجره ما ينفعش يبقى بريء. كبرت؟ عايز تلعب؟ العب، بس تحت ايدي. هتخرج عن الحدود هسحقك. خالد متعود يبقى اله، ما ينفعش تاني يرجع يبقى عبد. بتقلو اعمل ده وما تعملش ده. بس انا معاك هبقى عبد. لا، هتبقى ابني حبيبي. مش ممكن يا خالد هطلب منك ابدا انك توافق على كل اللي يعمله الزبون مهما عمل مقابل المرتب. لا، طالما دفعت الثمن يبقى لازم تبقى شريك في الربح. ده انا عادل قوي يا خالد، حتى مع أعدائي. خالد، أنا فاتح لك جراعاتي، كفاية صراع، كفاية تعب. أنت كنت بتهرب مني ليه يا خالد؟ تعرف ليه؟ عشان من الأول خالص خدتني قدوة ليك، ابني يا حبيبي. فضل حلم الرجوع للبيت ملازمني، وإن كنت معرفتش أنفذه أبداً.